لم يبقى في هذه الدار سوى أم بهاء وزوجها. مسيحيان قررا التمسك بدارهما بعد أن هاجر أولادهما الخمسة إلى خارج العراق، وبات عيد الميلاد يمر عليهم بغصة الفقد والوجع. ورغم كل هذا فهما يحضران حلوى العيد وشجرة الميلاد على أمل أن يمر بهما الفرح رغم غياب الأحبة. إيش أسوي؟ غربة صعبة، غربة صعبة كلش. أنا من أول واحد عندي خمسة بخارج، هسه كانوا هنا طلعوني يبكون ما يرجعون، بعد تستقروا هناك. من يرجعون هنا؟ على ايش يرجعون هنا؟ اولادهم بالمدارس وبناتهم بالمدارس، شلون يرجعون بعد استقروا هاي؟ قضاء الحمدانية أكثر الأقضية التي يتواجد فيها المسيحيون بنينوى، عاد ما يقارب نصف سكانه إليه، لكن قسما كبيرا منهم قد هاجر واستقر خارج العراق ولم يعودوا يفكرون بالعودة. أكيدا نحن كمسيحيين يألمنا الوضع أنه الاختلاف اللي كان قبل 2014 واليوم نحن في سنة 2021-2022، الأعداد الكبيرة التي هاجرت من المسيحيين نتيجة الحروب التي حدثت واستيلاء عناصر داعش على المنطقة أدت بالكثير من المسيحيين أنه يغادرون العراق ويذهبون إلى بلاد الانتشار. يحاول من تبقى من المسيحيين في سهل نينوى التمسك بأرضهم وتاريخهم، ومن كان لديه القدرة على العودة فقد عاد، أما من لم يتبقى لديه شيء هنا فلا يأمل بأن يعود، ولا فرق لديه بين بلاد المهجر ووطنه، ففي كلا المكانين لا دار له. من قضاء الحمدانية محمود الجماس، قناة التغيير.